السلام عليكم ومرحبا بكم مع سمية من قناة وصفات إيطالية. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم بطاطس محمرة في الفران بطريقة روعة، كتجي لذيذة ورائعة. إذا عندي هنايا 3 ديال البطاطات متوسطات، قطعتهم مكعبات صغيرة ودرتهم في الماء باش يتسلقوا. ممكن تخليهم يعني بالقشره ديالهم وتسلقوهم ومن بعد قشرهم وتقطعوهم. انا درت هذه الطريقه لانني يعني هذه اسرع. مهم، من بعد تقريبا 10 ديال الدقائق كنصفيو البطاطا ديالنا بهذا الشكل هذا، ما نخليوهاش تطيب بزاف، انا راني غفلت عليها واحد شويه. المهم غير 10 دقائق وحيدوها بسرعه، ومن بعد غادي تخليوها تبرد وغادي ندوزو ان شاء الله باش نكملو الطريقه ديال التحضير ديال البطاطس ديالنا. اذا كناخذ واحد الصحن ديال الفرن، كنديروا فيه واحد الكاغط ديال الفران ديال الفرن، كنحطوا فيه البطاطا اللي ديجا مسلوقه، كنسرحوها بهذا الشكل هذا، كنحاولوا نخليوها حتى تبرد. اذا كما قلت لكم انا هنا راه فايت فيها واحد شويه الطياب، ممكن انكم غير 10 ديال الدقائق تطفيو عليها، يعني كي دير نص طيبه طفيو عليها لانه مازال غادي تعاود تطيب عاود ثاني في الفران، غادي تزيد داكشي اللي خاصها في الفرن. من بعد ما تنسرحوا البطاطس ديالنا بهذا الشكل هذا، كنبعدوهم. من بعد كنحضروا مطيشه، عندي ديك المطيشه الصغيره كنغسلها وكنقيها. هنا كنضيف الملحه لانني الملحه ما ضفتهاش مع البطاطا وهي كتسلق، غادي نضيفها دابا يعني حتى كتسلق البطاطس. كما قلنا كنحضروا المطيشه، ممكن اللي ما عندكمش هاد الصغيره ممكن تقطعوا غير مطيشه كبيره الى مكعبات، تقطعوها على 4 او على 6 كيف ما بغيتوا، يعني الطريف ديال المطيشه يكون. انا استعملت هاد المطيشه، مهم ماشي ديك الصغيره بزاف، متوسطه. كنقسمهم على جوج وكنضيفهم كذلك بهذا الشكل هذا، كنزين بهم الصحن ديال الفرن. وكذلك يعني ملي غيدخلوا الفران راهم غادي يطيبوا، وكما كنعرفوا دائما المطيشه راه كتطلق لما ملي كتكون كطيب. لذلك غادي نوريكم واحد الطريقه رائعه باش كتجينا الخضره مقرمشه في الفران. اذا ملي كنكملوا التقطاع ديال المطيشه كامله، كنضيف كذلك حبات ديال الزيتون الاسود هنا، يعني داك اللي ما فيهش العظم حيد ليه العظم، كنضيفهم كذلك. صراحه كيجي واحد الطبق رائع ولذيذ جدا. هذه طريقه يعني صراحه زوينه للبطاطس باش يتكالوا، اللي ما كيبغيش غير البطاطا بوحدها، اما غير البطاطا بوحدها في الفرن كتجي زوينه ولذيذه. هذه طريقه اخرى باش كنحصلوا صراحه على واحد الطبق رائع ولذيذ. من بعد ملي كنساليو كنضيفوا مطيشه والزيتون. دابا في هذه الاثناء كنضيفوا الدقيق المحمص او الخبز، عفوا الخبز المحمص لا شابلور. هاد الطريقه هذه صراحه ممكن نديروها مع جميع الخضر ملي كنبغيو ندخلوهم للفران، باش هذاك الماء اللي كيطلقوا الخضر في الفرن كيشربوا لنا هاد الخبز هذا، وبهكا كتجينا الخضر مقرمشه في الفران، تجي مقرمشه ولذيذه. دابا بالنسبه لنا هذيك المطيشه اللي درنا، راه المطيشه كما معروف كتطلق الماء، ولكن دابا في هاد الاثناء غادي تجي مقرمشه. هنايا كندير واحد الحبوب ديال تيقول لهم هنا بينولي، ممكن تستغناو عليهم، ممكن تضيفوا في بلاصتهم كاوكاو اولا الكركاع اولا اي حاجه مهم توفر عندكم في الدار، لوز اولا تستغناو ماشي بالضروره، ولكن صراحه تيزيد واحد اللذه. ممكن ديروا غير اللوز ايفيلي، اللوز ايفيلي حتى هو غادي يجي لذيذ. انا استعملت هاد الحبوب هادو هما اللي متوفرين عندي. وهنايا درت عراش ديال اليازير، اليازير مع البطاطس كذلك تيجيو لذاذين ورائعين. وهنا ضفت واحد شويه ديال الفرماج بارموزون يعني محكوك، ضفت تقريبا واحد المعلقه كبيره حتى هو، حتى هو كيبنن صراحه الخضر، وممكن كذلك نستغناو عليه الا ما متوفرش عندنا. وفي الاخير كنضيف شويه ديال زيت العود، خطيطه ديال زيت العود. والفران كما قلنا يكون مشعل مزيان وسخون على 180 درجه. فهاد الاثناء هادي من بعد ما كيسخن الفران كندخلوا الخضار ديالنا تقريبا واحد 20 دقيقه 15 حتى 20 دقيقه فقط في الفران، لان كما كنعرفوا يعني البطاطا راها ديجا طيبه، غادي غير نتحمر لنا شويه داك الفرماج وديك الخضر، وغادي نحيدوهم قبل ما يتحرق لنا اللوز ايفيلي اللي درناه اولا هاد الحبوب اللي انا درت. المهم كيبان لكم داكشي بدا كيتذهب اللون ديالو، صافي كطفيو عليه الفران وكتخرجوه وكتقدموه بالصحه والراحه. كيجي لذيذ ورائع، اكيد غادي يعجب ان شاء الله الوليدات الصغار حتى هما اللي ما كيبغيوش البطاطا بوحدها.
كنتمنى ان شاء الله الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.